أنا بصاحب سمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحضور حفل تخرج الفوج الثامن الذي أقامته الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية صباح اليوم بمقر الجامعة، حيث تم تخريج 200 طالب في مجال الرعاية الصحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة وأولياء أمور الخريجين. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الخريجين وأسرهم بمناسبة التخرج، وتمنيات سموه لهم بمزيد من النجاح في مسيرتهم المهنية. وأكد سموه أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تولي القطاع الطبي والصحي اهتماما كبيرا من خلال التوسع في إقامة المنشآت الطبية وتزويدها بأحدث المعدات الطبية، بالإضافة إلى رعاية وتطوير التعليم الطبي ليكون مواكبا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال. وقال سموه أن الاهتمام بالقطاع الطبي والصحي يعد مكونا أساسيا في منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وقد استطاعت المملكة أن تحقق العديد من النجاحات في توفير بنية تحتية طبية وعناصر بشرية في مجال الطب والتمريض تتميز بالجودة والكفاءة. وأشاد سموه بالكوادر الطبية البحرينية التي تحرص دائما على مواكبة المتغيرات في القطاع الطبي، ما أسهم في تحقيق نهضة طبية وصحية كبيرة داخل المملكة. ونوه سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، والذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي في المملكة من خلال تخريج أفواج من الأطباء الشباب وفق أعلى مستوى من التأهيل والتدريب. وقد أشاد رئيس كلية الجراحين الملكية في إيرلندا جون هايلاند ورئيس جامعة البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم بالعلاقة القائمة بين الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا ومملكة البحرين، وعبرا عن امتنانهما للخريجين وعائلاتهم على دعمهم للطلاب ومساندتهم في تحقيق هذه الإنجازات. يشار إلى أنه بتخرج الفوج الثامن فقد بلغ عدد خريجي جامعة البحرين الطبية أكثر من 1300 خريج منذ إقامة أول حفل تخريج عام 2010، علما بأن جامعة البحرين الطبية تتبع كلية الجراحين الملكية في إيرلندا. اليوم نحن نحتفل في جامعة البحرين الطبية
بتخريج دفعة جديدة من طلبة هذه الجامعة العريقة، ويحظى هذا الاحتفال برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. هذا يؤكد أن هناك دعم ومساندة من مملكة البحرين لهذه الجامعة التي أصبحت اليوم علامة مهمة في مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين، وتضم داخل حرمها الجامعي العشرات من الطلبة من مختلف الدول، وهذا يجسد نجاح سياسة مملكة البحرين في التعليم العالي، وهدفها الأساسي استقطاب أفضل الجامعات وتقديم أفضل الخدمات التعليمية من قبل مؤسسات التعليم العالي، وبالشكل الذي يليق ويتناسب مع سمعة مملكة البحرين وتاريخها في مجال التعليم. وإن شاء الله مسيرة التعليم مستمرة بفضل الدعم والمساندة التي تجدها من قيادة بلدنا العزيز، فهذه المسيرة أصبحت اليوم محط الأنظار والاهتمام للإنجازات العديدة التي تحققها في مختلف المراحل التعليمية.